السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. هناك العديد والكثير من الخدمات التي تقدم داخل المسجد الحرام، ومن هذه الخدمات هذا الجهاز الذي أضيف مؤخرا والذي يتم من خلاله طباعة أساور معصم اليد للأطفال، يسجل على هذه الأسوارة اسم الطفل ورقم هاتف ولي أمره، وتطبع من هذا الجهاز وتوضع على معصم يد الطفل لسهولة التعرف على الطفل في حال الضياع لا سمح الله، وكذلك سهولة الوصول إلى ولي أمره عبر رقم الجوال المسجل على هذه الأسوار. هل ممدودة أو مقصورة؟ طيب. بهذه الطريقة يتم تسجيل اسم الطفل ورقم الجوال، يتم وضعها على معصم يد الطفل بهذه الطريقة، في حال الضياع يتم التعرف عليه وعلى رقم ولي أمره، وهذا الجهاز موجود في عدة نقاط داخل المسجد الحرام.